لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لايف سبورت. يلاقي بعد قليل الاتحاد الرياضي المنستيري فريق الجيش الرواندي على أرضية ملعب مصطفى بن جنات لحساب إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يعاول المدرب الصربي داركو نوكوفيتش على التشكيلة التالية. في حراسة المرمى باش يكون بشير بن سعيد، نور الدين الشرطاني، عمر بوراوي، محمد الصغراوي، عثمان وترا، يوسف أومارو، عبد القادر بوتيش، حسام تقا، هيكل الشيخاوي، أنيس بن احتيرة وزياد العلوي. نواصل مع الاتحاد المنستيري حيث سيدير اللقاء طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال الجيد. ستكون المباراة منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى بداية من مطلع متاع العشية. ذكر أن مباراة الذهاب انتهت بانتصار الجيش الرواندي هدف مقابل صفر. تأهل شباب الوزداد الجزائري لدرب المدرب التونسي نبيل الكوكي إلى الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم إثر تغلبه على ضيفه بورانجرز السيراليوني بنتيجة 3-0 بملعب 8 مي بستيف لحساب الدور التمهيدي الأول من المنافسة القارية. نذكر حيث سيواجه شباب الوزداد في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين نادي جوليبال المالي ونادي مونغومو غينيا الاستوائية اللي تتلعب اليوم الأحد. توصلت الهيئة المديرة لفريق مولودية الجزائر إلى اتفاق مبدئي مع المدرب التونسي منظر الكبير لتولي المقاليد الفنية للفريق خلفا للبوسني فاروق هاديزروبيتش. ومن المنتظر أن يتحول الكبير غدو إلى الجزائر لإتمام المفاوضات، ويبقى هذا الموضوع للمتابعة إلى حين الإمضاء والإعلان بصفة رسمية عن هذا التعيين. محلين، توصلت الهيئة المديرة لنجم المتلوي إلى الاتفاق مع المدرب الهادي المقراني للإشراف على تدريب فريق الأكابر للموسم الرياضي 2022-2023. من كرة القدم، البدل اختصاص كرة اليد، تدور اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من فعاليات الدورة 37 للبطولة العربية للأندية الأبطال اللي تتواصل إلى يوم 27 سبتمبر الجاري. فيما يلي برنامج المواجهات، مضي ساعة ونص كان انطلق لقاء الزمالك المصري والكويت الكويتي، ما 3:30 باش انطلق لقاء الترجي مولودية الجزائر. المباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية، و5:30 متاع العشية الممثل الثاني النادي الإفريقي باش يواجه السالمية الكويتي. المباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. محلين، دارت البارحة الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد اللي تلعبوا. بالنسبة للنتائج والترتيب، نجم الساحلي كان فاز على مكارم المهدية 23-21، نادي ساقيت الزيت يفوز على نصرة بولبة 33-28، نادي قصور السيف يتعادل مع سبورتينغ المكنين 26-26. بالنسبة للترتيب، في المركز الأول كل من نادي ساقيت الزيت نجم الساحلي 12 نقطة، المرتبة الثالثة نصرة بولبة ونادي قصور السيف 7 نقاط، الخامس الترجي 6 نقاط تنقص وزوز مقابلات، النادي الإفريقي كذلك 6 نقاط تنقص وزوز مقابلات، المركز السابع بعث بن خيار وجمعية الحمامات مكرم المهدية بخمسة نقاط تنقص مباراة، المركز العاشر لنادي كرة اليد بجمال صحبة سبورتينغ المكنين 4 نقاط تنقص مباراة، والمركز الأخير 12 لنادي ليلي 3 نقاط وتنقص مباراة. في ألعاب القوى، مرتبة ثانية لعداء المنتخب الوطني التونسي محمد أمين الجناوي في سباق 5000 متر رجال بتوقيت 14 دقيقة 4 ثواني 16 من الأعشار في بطولة إيطاليا لألعاب القوى المستوى الذهبي الأول ببريتشا. في الرياضة العالمية، دور اليوم دفعة الثالثة ومجموعة المقابلات في مختلف الدوريات الأوروبية. بالنسبة للبرنامج الكامل، في الدوري الإنجليزي الممتاز برايتفورد كان انهزم أمام أرسنال 3-0، حاليا تلعب عدة مقابلات، مانشستر يونايتد يستقبل ليدز يونايتد، إيفرتون يواجه ويست هام، تشيلسي يواجه ليفربول. في الدوري الاسباني الدرجه الاولى، اوساسونا كان انهزم من ختافي هدف مقابل صفر. بقيه المقابلات يتلعبوا حاليا، في ريال يواجه اشبيليا، ريال سوسيداد يواجه اسبانيول، ريال بيتيس يواجه فيرونا، واتليتيكو مدريد يواجه ريال مدريد. في الكالشيو الايطالي، كريمونيزي يواجه لاتزيو، مونزا يواجه جوفانتس، فيرونتينا يواجه هيلاس فيرونا، روما يواجه اتلانتا، والميلان يواجه نابولي. في الدوري الألماني درجة الأولى، برلين يواجه فولسبورغ، بوخوم يواجه كولن، هوفنهايم يواجه فرايبورغ. ونختم بالدوري الفرنسي، ستاد ريمس كان هزم من موناكو 3-0، كليرمون فوت يواجه تروا، مارسيليا يواجه رين، ستاد بريست يواجه جاكس، ونيس يواجه أونجي، نونت يواجه لونس، وليون يواجه باريس سان جيرمان.
نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية. القيام بالتمارين الرياضية ترفع من نبضات القلب مما يؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية. أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.